تمام، راح اعيد شوية الحكي، انه بما انه هسه انا راح اضيف بحوث، شنو احتاج؟ احتاج هاي البيانات. البيانات طبعا هي مجرد اختيار، يعني كلها موجودة امام هسه، كلها اللي انا حددتها منها هي مجرد اختيار، انا ما جاي ادخل اي بيانات اداري، حتى التاريخ مجرد كليك، لحد الان ما جاي استخدم اي نقرة بالكيبورد، هذا الاختيارات الموجودة عندي. الشيء اللي اريد اوصل له هنا، هسه انا ما راح اضيف بحث هنا ولا راح اضيف تفاصيله. عندي هنا اسماء الباحثون، اسماء الباحثون احنا شنو شفنا؟ شفنا انه مثلا انا اسمي حيدر يعقوب يوسف، مره ينكتب حيدر يعقوب يوسف، مره حيدر يعقوب يوسف علي الى اخره. يعني يصير بها تغييرات، مثلا عبد الله عبد، مثلا يصير بها بين العبد والله رب الجلاله، يكون اكو سبيس او لا. فهنا قبل لا تنضاف البحوث، احنا طبعا يعني هاي البيانات يجوز قديمه يراد لها تحديث، فهسه هاي بيانات مالت التدريسيين، يعني ما اخذيها قبل اكثر من سنه من قسم الدراسه والتخطيط. هنا هم من هاي كليك انت راح تختارها، بس اذا اجى مثلا عندي خصوصا عندي تعيينات جديده، عندي اسماء يجوز ما موجوده، يعني هسه انا من اضيف اي شخص، خلينا نقول مثلا ارسين، بس اكتب ارسين سؤال هذا الأرض. يعني ناس سيرش اكتب حسين، راح يطلع لي الاوبشنات اللي موجوده امامي، يعني هنا شنو من هو حسين. اذا مثلا خلينا نقول انا اسمي حيدر يعقوب راسا، بس يا هذا بس يعني فلتره طلع لي واحد، بس قلنا احنا هنا ما راح نضيف اي باحث. قبل اضافه اي باحث التشكيل راح نقول له ليف انه ما راح نسوي اضافه شيء، نرجع له القائمة الرئيسية وارجع هنا من اجي اضغط على منصة الخطة العلمية يرجع للبداية. اول فقرة انا خالها هنا بالواجهة الرئيسية او بالداشبورد هي جهة انتساب الباحث، يعني قبل لا اضيف الباحث هنا، طبعا الباحثين راح اقدر اضيفهم من الداخل، بس قبل لا اضيف الباحث خلينا نقول انا عندي باحث مشترك وياي وباحث من جامعة ثانية، زين انا جهة الانتساب ما ضايف، انا من اريد اضيف باحث، يعني هسه من اجي للباحثين الموجودين عندي هنا راح اجي اشوف شنو، راح اجي اشوف اسم الجامعه والكليه والقسم الى اخره، هاي معلومات الاتصال مالتي، طبعا هاي بالتشريب يعني موجوده زين، والالقاب العلميه مالتي وغيرها البيانات، جزء القسم من عندها غير محدد، فهنا انا اقدر يعني ابو مثلا اخلي اجي اطلع على اي واحد من عندهم، اقدر اجي احدد انا يعني مثلا هو مدرس صار استاذ مساعد، اقدر اغير اللقب العلمي مالته بالفعل زين. هذا بالنسبه للتحديد، بس جهه الانتساب هنا أنا هي خلينا احنا ليش يكون على شكل مثلا قاعده بيانات، انا من اجي اختار الباحث من اضيفه بالخطه العلميه ما اعيد انه كتابته كل مره، يجوز الباحث اصلا موجود، فخلينا هي شنو سلكت، فمن اريد اضيف باحث لازم شنو اول شيء جهه الانتساب مالته موجودة، إذا هو ضمن الجامعة في جهات الانتساب موجودة هي لحد العام، يجوز أكو أقسام طبعا أقسام استحدثت وعندنا معاهد استحدثت هاي لازم تنضاف، يجوز أكو معاهد اللي هي خلي نجي جهة الانتساب، يجوز أكو مثلا أقسام لغة الدراسة بها وتحول اللي هو التدريسي من فلان قسم لفلان قسم، لازم نغير جهة الانتساب. هسه من اريد اضيف ان اول خطوه انه يريد يشتغل تشكيل انه على اضافه بيانات الخطه العلميه ويضيف انه مثلا هذا البحث في باحثين وكلهم خلينا نقول من الجامعه وكلهم موجودين، ماكو مشكله، هذا فقط انه يدور على الباحث ويضيفه، بس اذا عندك واحد خارجي لازم اضيف جهه الانتساب مالته زين، لازم اضيف القسم مالته والجامعه مالته والانستيتوت. مثلا هذا أضيف مثلا تقنيات أمن السيبرات، وعندي الجامعة اللي هي التقنية الشمالية، خلينا نقول هو تابع كلية تقنية موصل، كلية تقنية هندسية موصل. فهنا أنا ضفت
ضفت جهة انتساب مالته، فبالتالي هسه أنا من أريد أضيف واحد قلنا جهة الانتساب قبل إضافة الباحث، من أجي أريد أضيف الباحث مالتي أجي هنا أنا أرجع للقائمة الرئيسية وأضيف الباحث، راح يطلب من عندي هسه من أجي على إضافة في جهة يعني في الباحث الجديد يقدر اختار الجامعة. اضافت عندي شنو هو؟ التقنية الشمالية ما كانت موجودة، هاي انا هيك ضايفت انه بالتجربة ضفنا مجموعة جامعات وضفت التقنية الشمالية. تلقائيا هنا احنا عندنا ربط بيانات، تلقائيا ما دام اختارت التقنية الشمالية فقط انا ضفت كلية واحدة وقسم واحد، فتلقائيا هو شنو هو؟ من البيانات مالتها. هسه لو اجي مثلا جهة الانتساب الجامعة التقنية الجنوبية، لا انت اختار هذا وين موجود؟ في الكلية التقنية الإدارية مثلا، القسم الأقسام الموجودة في الكلية التقنية الإدارية، أضيف اسم الباحث، أختار الشهادة مالتي اللي هو مالت الباحث، اللي هو دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه إلى آخره، رقم الهاتف، الإيميل، اللقب العلمي مالته، وراح شنو؟ أضيف الباحث. طبعا هي هذه بقية الشغلات يعني أوبشنال، يقول اللي هو رقم الهاتف والإيميل هي أوبشنال، بس اسم الباحث هو ضروري. ما اعرف مسالي ما اعرف اسم بالي ما موجود، اسالك جبت مو راح يضاف القاعدة البيانات ليش الخربطة هي موجودة هسه، هذا يعني نشتغل احنا اونلاين يعني على الموقع الجامعي، فما اريد اخليه بيانات خطأ. هذا ورا ما اضيف الباحث راح تقول له حفظ راح ينضاف للبحث. هسه نجي هسه راح اسوي دليل، نجي اللي هو البحوث ضمن الخطة او الخطة البحثية. الخطة البحثية طبعا هي طريقة إضافتها، شلون هسه جاي نضيف الشغلات اللي هي جهة الانتساب أو إنه اسم الباحث، نفس الطريقة ما فيها صعوبة، وهي تقول إنه كل التشكيلات متعودة على الخارج، هي الغاية من عندها إحنا توحيد الصيغة مالتها. لا عندي فترة حلوة يعني يقول لك هنا اللي هو أسماء الباحثون، يعني يجوز إنه مو كل التدريسين عندهم بحوث، فهنا راح يفلتر لي اياهم، يعني هسه من راح اضيف بحث باسم باحث ثاني تلقائيا راح يضاف. انا هنا شنو ضايف؟ ضايف انه اكو هذا طبي، هذا هندسي، هذا علوم صرف. راح يجي لي حقل المعرفه ايش قد عندك طبي، ايش قد عندك علوم صرف، ايش قد هندسي. نفس الشيء بالنسبه لمرحله البحث ونوع البحث اكاديمي، ما مختار تطبيقي ما عندنا بحث تطبيقي. وشوف هنا عدد الحقول ايش قد انه 3، فتلقائيا اي شيء يسمونه حقل هو عندك حقل المعرفه مرحله البحث، كذا لما تجي تجمعها لازم تلقاها بالثلاثه. فالقسم نفسه هذا القسم ايش قد عنده خلينا نقول بحوث هالسنه ويا سنه دراسه. طبعا مساله الترحيل وهاي يعني ان شاء الله نناقشها بعد انه ما يجربون التشكيلات، انه بعد الخطه العلميه ما تكون 2024 2025 بعد نقدر انه نضيف امكانيه انه يغلق هاي الخطه مع 2024 2025 عن طريق حساب العدل. هسه لو نجي للاضافه، الاضافه هسه يجي يقول ابو التشكيل، انا هسه راح ارجع ادخل هاي البيانات كلها واحده ورا الثانيه، بحث بحث زين، انا عندي موجودات باكسل ليش ما اقدر استفاد من الاكسل؟ تقدر تستفاد. هسه راح نوضح الاضافه اللي احنا قلناها هي تختار القسم، ما دام داخل حساب التشكيل راح تظهر لك فقط الأقسام الموجودة عندك، راح نجي نختار مثلا قسم هي والتلوث، تاريخ البدء مثلا نقول اليوم، مثلا تاريخ الانتهاء نخلينا بعد الشهر الخامس نقول، ونوع البحث شفنا البحوث اللي موجودة عندك كلها أكاديمية، فنختار هذا التطبيق. مرحلة البحث هو خلينا نقول استمر، حقل المعرفة هو خلي مثلا علوم صرفة، الجهة المستفيدة إذا تريد مثلا وزارة البيئة خلي يعني ها خليها، لأن ما عاد في الجهات محددة لازم يعني كتابة. نسبة الإنجاز مثلا هو البحث بعده نقول 70، طبعا هذا رقم. عنوان البحث مثلا ولو شوي ايش انا شغله بالانجليزي اي التلوث، اي طبعا اسم بحث بالعربي والانجليزي هذا بعد
حسب التشكيل ملخص الباحث يجي كتبه هنا، اسماء الباحثون خلينا نجي نشوف الباحثون هنا مثلا، اللي هو رعد جبار اللي هو قسم البيئة رأسا، بس كتبت رعد. ثاني شكو رعد موجود فهو عندي رعد جبار، هذا ايش راح يسوي هسه؟ حفظ. هنا هذا ما مختار السنة الدراسية، قال لي تمام اختارها، واختارها منها وقل له حفظ. ما دام قال لي هسه بس خلي نرجع، أنا صار خطة من الخطة، أي ما ضافت، لازم هسه نرجع نضيفه لأن صار في البداية. البيئة والتلوث، التاريخ بدأ، يكتب أي أرقام، عشرين، تطبيقي، ونختار مثلا نفس الشيء اللي راحت. اكو مشكلة في يونيفرسيتي، ها اي هاي يونيفرسيتي هذا ضيع بعد. على العموم هسه احنا الفكرة هاي يعني سهلة معالجتها، بس عندنا شغلة اللي هو ابو التشكيل مو سواها على شكل اكسل. لا احنا نقدر شنو نسوي؟ نقدر استيراد، نقدر نسوي تصدير. يعني شنو اسوي هنا؟ يعني بما انه التشكيل هو جاي بياناته ومجمعها يريد يضيفها بالنظام، فسهل انه اسوي لها استيراد. هسه راح اضيف اكو ملف انا اوريدي يعني اسوي، هسه راح اجي بس فقط انزله. ثواني راح يجيب لي هنا، يا اما انه تسحب ملف تجيبه هنا، او شنو تسوي؟ نسخ ولصق البيانات. هسه انا راح اجيب ملف اكسل وراح يعني اداولكم اياه الاكسل شلون الصيغه مالته، هي نفسها الحقول نفسها، راح اجيبها مباشره وانزلها. هسه راح ينزل الملف، جاي ينزل ملف اكسل هو. ايش راح اسوي؟ راح اقول له هو ما راح يظهر يمكم لانه عندي انا يعني مسوي شيء فقط هاي الواجهه، فانا راح اختار الملف اللي موجود بالبيانات. نزل عندي الملف، هذا الملف اللي هو البحث مالتي نزلته، اللي هو اسم الجامعه وغيرها، هاي هي قبل شوي كانت عندي مشكله. هنا انا طحن الله لان انا الجامعه اوريدي هي نفس الجامعه الثانيه، يعني ما مسوي انه نظام انه يتحمل اكثر من جامعه، فقط على مستوى الجامعه لو نقدر نوسع مو مشكله. فهنا انا الاكسل خلي اسوي شير، ارجع شير واحوله على اللي هو الاكسل، اسوي شير ملف الاكسل اللي عندي، وراويكم انه شنو هي الحقول الموجوده في الاكسل، ونقدر ننزلكم اياه. يعني هسه هذا هو هذا الاكسل الموجود عندي، يشوفون الحقول هي نفسها السنه الدراسيه، جامعه الله احنا خذيناها يعني فاتح خذيها، تريد تستوعب البيانات الكليه، وهذا تجي يعني هسه هذا مركز التقنيه الحديثه بصره ثابت. لازم يعني تلتزم، يعني بنزلكم ان شاء الله الكتابه، تلتزم بهاي التسميه حتى اسماء الاقسام وغيرها. زين تاريخ البدء هذا شنو هسه انا شو مسمي؟ قصدي شنو مسوي؟ مسوي على شكل ملف اكسل. فانا ايش راح اسوي هسه؟ هسه هذا البحث هسه راح اسوي احول الشير على لو ارجع هسه على السابق ما اقول له
هذا البحث اللي قبل شوي جاي احكي عنه ما موجود هنا، زين؟ بس ايش راح اسوي؟ راح اروح على القائمه واقول له استيراد. الاستيراد شو يسوي؟ يمكن يتصفح وين الملف موجود، راح اختاره هذا الملف، راح يقول لي احذف لي البيانات. طبعا هذا الهيدر هذا اللي قبل شوي شفتوه ما راح ينزل، راح ينزل فقط البيانات، يعني يجوز انت تقدر تخليه بدون هيدر، يعني اقدر هنا على طريقة استيراد، بس احنا نعطيكم اياه هذا حتى لا تدقوا فيه، يعني نعطيكم القالب مالته بهالشكل حتى مباشرة جوا الهيدر تبي تنزل البيانات او تنسخ انت شنو القالب اللي مستخدمه بالاكسل، فقط تيجي تنسخ الحقول الموجودة وتنزلها بالتمام. فهسه هنا شنو قلنا؟ قلنا استيراد البيانات، وقلنا هسه السابق او رجوع الى القائمة، راح اجي القى هذا البحث شو فيه؟ القى ضاف هنا مباشرة، جبت انا بالاكسل وجيت نزلته. زين هسه ابو التشغيل يريد مثلا البيانات، يجوز هسه مثلا احنا خالين ملخص البحث ايش فيه؟ ملخص البحث ما منزل، يعني خلينا اوبشنال، يعني مو شرط انه هسه موجود. يجي يقدر يعدل البيانات نفسها، يقدر شو يسوي؟ مثلا يقدر يسوي تصدير للنتائج، يعني النتائج نفسها اذا تشوفون هنا يقدر يصدرها على شكل شنو هو، ملف وورد او اكسل او سي اس في. اذا ملف اكسل هسه انا راح انزلها على شكل ملف اكسل، راح ينزل عندي الملف، راح اجي فتحه بس اسوي شير مره ثانيه، ستوب شير، اسوي شير على الاكسل. شو نزل لي اياها؟ نزل لي اياها هذولي الرقعات الخطه البحثيه كامله. هنا اقدر اضيف مثلا ملخص البحث، استفيده اضيفه، اقدر اشتغل يعني ما يعجبه مثلا بالنظام اسوي ايديت، يقدر هنا يسوي ولو هو الايديت بالنظام يعني هم سهل، بس احنا ما دام انه يعني من ضمن خلينا نقول المواعيد مالتنا، اي وقت يقدر ابو الشؤون العلميه او هو مسؤول التشغيل يقدر يسوي ايديت. بس انا هذا نفسه مجرد انه انقر على تحرير اقدر شنو اسوي؟ اقدر اكتب مثلا ملخص البحث او نافذ كلمه غلط عندي كاتب مالتها، اقدر اضيف مثلا باحث ثاني، هذا باحث ثاني ما ضايفه، لا ضاف الباحث الثاني. رجوع الى القائمه من اجل ساعد يشوف الباحثين الموجودين، راح يطلع لي هاي الاسماء. يعني هو هاي شغلة مهمة ما ذكرناها، إنه تقدر تضيف أكثر البحث، و يعني نفس البحث يعني، وحتى الباحثين يعني يطلع لك هنا يعني مثلا من أجي أنقر على هذا اسم الباحث راح يطلع لي البحوث مالته. زين لو أجي مثلا هذا فلتر صار هنا، خلينا نلغي الفلتر ونجي مثلا على حيدر يعقوب يوسف، راح يطلع لي البحوث اللي فقط هو حيدر يعقوب يوسف فيها باحث. اجي هنا انا يعطيني هسه سويت فلتر على حاجه انا قبل كم باحث عندي، عندي واحد طبي، عندي واحد هندسي، واحد خطاط، واحد منشور، يعني الاكاديمي هو تابع ياس. زين هاي اللي خليته انا فلتر، بس هنا بس ادوس الكلوز هاي راح ترجع لي للاصل مالك، يعطيني باحثين كلهم. اوكي هسه انتهينا من موضوع اللي هو الخطة البحثية. بنفس الطريقة راح نجي نضيف اللي هي بقية الأمور الخاصة بالخطة العلمية، اللي هي المؤتمرات، الحلقات النقاشية، الورش، الندوات والدورات التدريبية. تقريبا هي متشابهة أقول، يعني لو نجي هسه مثلا للحلقات النقاشية، هي مثلا شنو اسم الحلقة؟ هسه أنا ما عندي حلقة نقاشية، أقدر أجي أضيفه هو تابع لياقسم إلى نفس الشيء. اسم المحاضرة، اسم المحاضرة راح تختاره أنت بالأول، مثلا أجي من يجي على بالي تحسين علي جبار، هاي مباشرة أضيفه. طبعا هنا اسم الدورة هاي يجوز فيها خطأ، وهي اسم الحلقة ما غيرها. الموعد يمتى الموعد مالته؟ الموعد مالته خلينا نقول مثلا هي بداية الـ25، يمتى وقت الحلقة؟ ب 12 لازم مساء، يعني 12 الظهر. هل تم الإنجاز؟ هنا هاي شنو تفيدنا هل تم الإنجاز؟
نعم، عندنا انه دائما عندنا بنهايه العام الدراسي اللي هي نسبه انجاز من الخطه العلميه، خلينا نقول عندي انا 20 حلقه نقاشيه، كم وحده تمثل؟ حاليا هسه جاي يشوفون هل تم الانجاز ايش بيها؟ هي مجرد خيار، ما يشوفون قدامها النجمه، ليش؟ لان هسه انا بدايه العام الدراسي اجي انزل الخطه، بس شنو اجي اسوي؟ ما راح اكتب الانجاز، يعني هو مو اليوم راح يسوي كل المدرسين راح يسوون حلقاتهم ودوراتهم اليوم، لا راح تكون لها موعد. فأنا ايش راح اسوي؟ راح اجي احفظها، اقول اسم الدورة مثلا، يعني اسماء مثلا، و اجي احفظها. زين، يجي بعدين هنا، يعني طبعا هاي اكو شغلة انه لان ضفنا جامعة فهي سهلة هاي نعالجها ان شاء الله. من اجي ارجع، يعني هسه ابسط شيء لازم اسوي لها استيراد حتى اعالج مشكلة اللي هو البيانات الموجودة، يعني اسويها ان شاء الله. بعدين من اجي، يعني هسه من اجي الاضافة، بعدين من اجي على التعديل اقدر اغير الانجاز، حتى من انجاز مثلا قلنا هنا بالبداية كلا زين، وراح احفظها. بعدين من اجي ارجع بعدين اللي هو خلينا نقول ورا يوم اللي الموعد مالتها، يعني هي مثلا قلنا 13 واحد هذا الموعد هي تنفذت، يجي ابو اللجنه ابو العلميه يجي يغيرها منها الى ثلاثه عن طريق الاذن. هسه نرجع للقائمه، ونفس الشيء بالنسبه لاضافه بقيه الامور اللي خاصه بالخطه، يعني اللي هي الدورات التدريبية اللي بسنغافورة راح نشوفوها. هسه أنا ضايف دورة من أجي أدخل عليها أقدر أو شنو هل تم الإنجاز فيها مجلس زين، واسم الشخص موجود شوفها هناك ما خالي يوم صغير مجلس أي لازم أعدلها. فهنا عندي مجلس تقدر تخليه مجلس وغير مجلس عن طريق الإذن. يعني هسه بما انه هسه هي اوريدي يعني هي منجز، اذا كانت غير منجزه اقدر اعدل عليها واقول لها غير منجز واجي احفظها زين وارجع للقائمه مالتي. هاي الدورات، ونفس الشيء بالنسبه للندوات ورش، نفس الشيء بالعقول الشافة أجي أضيف البيانات مالتي، تقريبا نفس الشيء مكان الإعقاد وقت الورشة. يبقى عندنا المؤتمرات، المؤتمرات نفس الحالة بس إلى جزئيها. المؤتمر شوية إنه ما مرتبط بشخص معين، مؤتمر يضيف التشكيل، يعني هسه مؤتمر يعني مثلا نقول في التقنية الهندسية، هذا بالنسبة يعني مو فقط يفيد التشكيل، يفيد حتى إنه رأس الجامعة بهذا الأمر، يضيف اسم المؤتمر وشنو اسم المؤتمر، مكان انعقاده، موعد المؤتمر، موعد انتهاء. هنا ما جاي يشوف إنه أسماء تدريسيين، لا هذا لأنه مؤتمر، مؤتمر ما قيمة تدريسي، قيمة تشكيل أو قيمة جامعة نفسها. لهنا يعني انتهى شرح موضوع حسب معرفتي أنا اللي هو البيانات الموجودة وصممنا على أساسها. يعني شرح هنا يعني خلاص بالنسبة للخطة العلمية. ننتظر تعليقاتكم ومداخلاتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حيدر على جهودكم عفوا عفوا دكتور. الصراحة اللي بذلت على يعني مدار سنة كاملة. طبعا في البداية أرحب بالسادة الحضور، محدثكم دكتور أياد مدير قسم الشؤون العلمية في رئاسة الجامعة. طبعا العمل اللي تشوفونه أمامكم هو نتاج تعاون بين قسم الشؤون العلمية ومركز الحاسبة، يعني على مدى يعني أعتقد دكتور حيدر يمكن بدينا من يعني منتصف العام السابق وخلال العطلة الصيفية أيضا. تقريبا الشهر الثالث 2023. أحسنت أحسنت، اي نعم جهودكم صراحة مباركة، وكان الهدف
من هذه المنصة المتكاملة اللي تخص كافة نشاطات قسم الشؤون العلمية، هو تسهيل إكمال الإحصائيات اللي نطلبها من التشكيلات. ولاحظتوا يمكن دكتور حيدر استعرض إنه كل تشكيل يقدر بكبسة بسيطة يعرف ايش قد نسبة إنجازه للبحوث، ايش قد عنده بحوث غير منجزة. فهذا صراحة هو كان الهدف الأساسي. فحب دكتور حيدر أيضا يوسع الشغل مالته، مو يخص فقط الخطة العلمية والخطة البحثية، أيضا حب يسهل علينا الأمر ما يخص الندوات، الحلقات النقاشية، الدورات التدريبية. أنا فقط عندي ملاحظة دكتور حيدر، إحنا بما يخص المؤتمرات أيضا عندنا المؤتمرات الطلابية، يعني المؤتمرات الخاصة بمشاريع التخرج، هل أكو أوبشن نقدر نضيفه ضمن حقل المؤتمرات؟ أنت حضرتك يمكن الحقل المؤتمرات يعني اللي صورته أنه فقط يخص المؤتمرات العلمية، نعم أي فقصدي هل نقدر نفعل هذا الأوبشن أيضا؟ تعرف يعني تشكيلاتنا تقيم مؤتمرات لمشاريع تخرج مؤتمرات الطلبة. بحوث الطلبة. أحسن أيوة. دكتور، أحسنت. هو أتوقع يعني نفس الشيء، يعني كإضافة إلى أهم يعني اسم التشكيل واسمه أحسنت، ما مثلا يضيف البحوث مؤتمر بحوث الطلبة، يعني أنا داخل نعم، ترى مناسبة أنا داخل بحساب تشكيل كلية تقنية تشكيل هندسية. التقنية الهندسية. أيوة. أنا فقط أقترح إذا تم إضافة خيار أن نوع المؤتمر هل هو بحوث تخرج أم مؤتمر علمي، هل ها تمام، يعني هيك أضيفه. إمكانية؟ تمام، راح أسجله أي الحين. نعم، حتى نميزه بين المؤتمر نوع العلمي ومؤتمر المؤتمر. بحوث تمام. التخرج. زين، فيما يخص سؤال ثاني، فيما يخص دكتور الحلقات النقاشية والدورات، هل موضوع الوقت، وقت إقامة الورشة أو الدورة مهم دكتور؟ يعني هل لأغراض برمجية حضرتك ضفتي؟ دكتور، شنو اللي يفيد هو عفوا دكتور؟ إضافة الوقت بس هذا يضبطها. إضافة الوقت أنه إحنا عندنا بالنسبة أن راح نستفاد من مدخلات هذا النظام اللي هو إلى منصة التقويم الجامعي. منصة اي نعم، التقويم الجامعي يعني تعرف المواعيد مهمة، يعني مثلا أنا اليوم أريد أروح اللي هو صار عندي مجال أنه أريد أحضر فد شيء علمي موجود بالجامعة، أجي أشيك هنا لو نجي ندخل هسه للموقع الرأسي راويكم انه شنو اقصد به بالضبط. الموعد يعني هسه انا اعرف مثلا الدورة عندي فلان يوم او الورشة عندي فلان يوم، زين اريد احضرها انا، يعني ما راح اروح مثلا اذا الورشة مثلا ب 12 الظهر انا ما راح اروح يعني من الساعة 9 ظهر انتظر الورشة او اسأل عني. فاحنا هنا شوي نضعف. عندي منصة التقويم الجامعي للنشاطات العلمية، هاي يعني العام سوينا لها فيد يعني من البيانات اللي عندنا جمعناها من كم تشكيل. مثلا هنا أنا عندي مركز الحاسبة، لو نرجع مثلا خلينا نقول قبل كم شهر اللي هو بشهر السادس 2024 عندي هنا هاي الخطة موجودة، فيقول لي مثلا عندي هاي الورشة أو هاي الدورة يمتى موجودة، وين مكان إقامتها، مكان إقامتها في مركز الحاسبة، الوقت مثلا فلان وقت فلان وقت. فهاي ضروري يعني احنا هاي المنصة هم نريد نفعلها، انه يعني يجي كل تدريسي يصير يريد يحضر ندوة يحضر ورشة يشيك مثلا هو بالهندسية يشيك بيا قسم موجودة، يعني تعرف مكان إقامتها ضروري. يعني مثلا الهندسية نعرف بيهم هو اكو هواي قاعات لإقامة النشاطات العلمية، زين يريد شخص يحضرها لازم يعرف المكان ويعرف الوقت ماله. يعني هي هاي البيانات احنا راح ناخذ جزء من عندها، مو كل البيانات راح ناخذ جزء من عندها حتى ننزلها في هاي المنصة، هي منصة تقويم. واضح دكتور، واضح دكتور. دكتور سؤال ثالث، وأنا آسف لكثرة الأسئلة، لا لازم لا تفضل يعني دكتور أتيح براحتك. المجال للسادة الحضور. فيما يخص موضوع الإيميل بالخطة العلمية والخطة البحثية، أنا شفتك دكتور كهذا الخيار ما مخلي يعني إجباري، يعني ايميل، لا خصوصا ايميل نعم الباحثين موجود. الباحثين. نعم دكتور،
لا بس قصدي ما مخلي عليه ستار، يعني مخليه كأوبشن. دكتور احنا فيما يخص اه يعني قصدك هنا منتسبينه، يعني رقم الهاتف، ايه رقم الهاتف والايميل. والله رقم يعني الهاتف نخلي نقول بعض الاحيان يعني به كذا خصوصية، نخلي خلينا نقول اي واير. الايميل، وخصوصا منتسبينا، حتى ايضا نشجع باحثين جامعتنا على امتلاك الايميل الجامعي دكتور. يعني اذا اكو ايضا اوبشن انه يكون الامتداد مالته at نسوي له ماسك. stu.iqu. نعم اي نعم، تمام يعني ما نريد نستخدم الايميلات الشخصية. تمام دكتور، ها جاي اسجل اي هذا نعم اي ماسك. نعم، فهي احد يعني الملاحظات اللي عندي، ويعني افسح المجال للساده المعاونين العمداء اللي حاضرين ويانا بالجلسه والورشه اذا عندهم اي مداخلات. واعيد واكرر شكرا لجهودك المباركه طيب دكتور انا حيدر، بسوي مبارك الله بكم. حاضرين احنا، الله يسلمك تحياتي تحياتي. طبعا مناسبة، يعني رابط الحضور نزل بالشات، السادة الحضور يقدرون يعني يسجلون بالورشة. عندنا بعد مداخلة مقترح بالنسبة للنظام، خلينا نستغل الفرصة ما دام ما عندنا هسه هذه المداخلة. فقط راح أراويكم أنه حساب الأدمن يعني شنو الصلاحيات، يعني تعرفون انه الخطه العلميه مالتنا مقيده بتوقيتات معينه، يعني كل سنه مثلا يجي لك الخطه العلميه مثلا بشهر الثالث، بعد ما تقدر تضيف بحث. فهنا عندي بحساب الادمن، بس خلي القى حساب الادمن، ادمن والباسورد، تنضاف شغلة اللي هو بحساب الأدمن، هي يسموها المنطقة الإدارية. المنطقة الإدارية هنا أنا خلينا نقول اللي هو الافتراضي مالتي حاليا، شنو عندي؟ عندي البحوث ضمن الخطة والباحثين واليوزر، هذا اللي ما مترجم هني بس يعني واضحات، اللي هو المستخدمين، اللي هو الحلقات النقاشية، الوركشوبس، سيمبوزيوم، اللي هي التريننج كورس، جهة اكتساب الباحث. حاليا شنو بيها جاي تشوفون؟ كلها بيها اضافه وتعديل وحذف وعرض وطباعه وتصدير. يقدر ابو التشكيل خلينا نقول اللي هو البحوث ضمن الخطه يقفض انه فلان يوم يابا بعد ما تقدرون تضيفون خطه، بمجرد انه يسوي كليك هنا يقول له حفظ، بعد ما يقدر ابو التشكيل يضيف بحث ضمن الخطه. يريد يرجع يفتحها، يعني مثلا خلينا نقول عام دراسي جديد، ينقر عليه من جديد ويرجعها. طبعا هنا هم يعني المستقبل اللي هو الادمن يقدر يضيف يوزريه. هسه حاليا عندنا يوزريه، هذول الاسماء اليوزريه الموجوده، يقدر انه شوف شوي هنا ما تلزم، يقدر هنا يقدر يخلي مثلا ابو الهندسيه مثلا هو مشرف. حاليا هو شنو هو؟ فقط هو المشرف. اوكي؟ هنا عندي اليوزرية موجودين اللي هو المعطيهم الاي دي مالتهم. طبعا كل واحد يعني حسب التسلسل مالته اقدر انا اضيف فد جهة ثانية، زين اضيف غير هاي التشكيلات اللي عندي، لان عندي ادمن وعندي 11 تشكيل، فانا عندي 12 حساب، وهي المفروض تصير 14 لان عندنا المعهد قسم صار ثلاثة. الاذونات نفس الشيء اللي قلنا عليها، انه كل واحد شنو يضيف مستوى مالته صلاحيات مالتي. عفوا ست حاضرين ست جميلة. عندنا بعد مداخلة استفسار توضيح أكثر، حاضرين عندنا. راح أوقف التسجيل.